تداول جمهور الواتساب مقطع لأحد الشباب يسخر به من أحد معارفه الذي يلاحقه كل صباح بأخبار الوفيات. نتوقف معه وبلهجته الغارقة في المحلية. واللي بليله بواحد بالواتساب له حول 3 شهور كل رسائله انتقل فلان لرحمة الله، انتقلت فلان، انتقل وش زي أمه ذا على الريت. رسالت له صوت يا هوش وقال أنت بالقلدين، نادري إن الموت حق الله يحسن خاتمتنا، بس وش داخلي بمرتن بالشرقية ورجال بطريف وأربعة بالقصيم وثلاثة بالرياض. أو من الناس اللي شكله ناسخ، انتقل وانتقلت بملاحظات، بس زل ومت. شف شلون يبي الأول يعلم وانت على الاجهزه ما بعد مت يعطيك خبر. هذا اللي نرفزته وقلت له انا بصوتي مر يقفل، قال الله يجعلي اكتب اسمك يا نغلو يبي خلينا انتقل باللي هوبه. يوم ارسلت له هشته بصوتي مر يزعل، انت قليل دي ما بقى لي كفره لدوره مشاكل. هو زعل امس، عاد اليوم الصبح ارسل لي ابشركم حقت امس حقت اليوم 11 حال. وانا تعب نفسك بلوك واقطع العلاقه.